وصلت هسه العقبة الساعة 4 الفجر. بدي اروح اشوف عمر بالشط الجنوبي. طبعا عمر نايم من امبارح بالشط بستنى فيه. بدنا نغوص. حلو. بدنا نغوص يا كبير. وين بدنا نغوص؟ بدنا ننزل في دبابة نصلحها بعدين نروح نصلحها. بعدين في طيارة هناك نضل خلص ندرجنا عمان. بدنا نقلع فيها. المهم وصلنا للعقبة اليوم، مشوارنا بالعقبة. بدنا ننزل ننظف شط العقبة بحكم انه مليان شغلات مش نظيفة. تمام، البحر هادئا. حبيب عمر، وان شاء الله راح نفوت على الشط تحت وننظف البحر. في شغلات بتعرف يعني برموا شغلات، هسه حنشوفها كله وسخ وما وسخ وشغلات زي هيك. حننزل بدون اكسجين، راح ننزل فري دايفنج تحت المي وننظف البحر. اذا كيف حالك؟ امورك تمام؟ عرفنا بحالك. ايه انا اسمي شو بدك تسوي هسه في البحر؟ ايه على اساس بدنا ننظف ونعمل شوية فري دايفنج. حلو كثير. حكونا في سلحفاة بتكون الصبح بعد ننزل بالمي البارد نشوف السلحفاة. ما عمرك شفتها؟ لا شفناها المرة الماضية. رهيبة. زبالة في كل مكان، طيب ليش ما احنا نحافظ على هاي المنطقة؟ طالما انه احنا بنروح هنا عشان نستمتع. انا بروح على مكان بحب يكون نظيف هذا المكان، ليش بخليه من بعدي وسخ واللي بعدي بيجي بيشوفه وسخ؟ انت زي ما بتحب تيجي تتفرج على الشط وعلى هذا المنظر الحلو، تتفرج عليه وتشوفه جميل وحلو ونظيف الشط، غيرك كمان نفس الاشي. فانت ليش بتترك، ليش بتترك المكان وراك مش نظيف؟ عادي، كل بكل بساطة كلها ما بتاخذ منك دقيقة بس. لم الاغراض، جبت اغراض وجبت بيبسي وجبت اكياس وجبت شيبسات وعصير وكيفت وانبسطت. لم الاغراض اللي جبتها في كيس وحطها في الزباله، هي الزباله الحاويات النفايات معبيه الشط، بس انت حطها بمكانها المناسب، ما تتركها على الشط. لا تنسونا دعمكم، لايك سبسكرايب وتعليق، تعليقك بهمني. هسه انزل اعمل تعليق وسبسكرايب خليني اكمل. هاي الزعانف، هاي النظارات، هاي البحر، وهاي الكيس بدنا نعبي فيه الاشياءات.
حدا كاين داعس عليه أصلا. والله هي هي نصين هي. آه مزبوط حدا داعس عليه. خلي شوي هي تحرك حرام. بس ما صور لبيري يا جماعة ما راح تخسر اشي. انزل اعمل لايك وسبسكرايب وعلق واكتب رأيك بالموضوع. Yes! كله لمناه من جوا.
هاي شغلات كلها موجودة بالمي. طلع بيبسي. يا جماعة الله يعطيكم العافية، احنا خلصنا هيك السنوركلينج وفري دايفينج في العقبة، حاولنا ننظف شوية شغلات أوساخ موجودة في البحر وعلى الشط، واستمتعنا كثير برفقة أخوي وحبيب عمر أرناوط، يعني إشي جو نار بصراحة. وهسا بدي أنطلق من العقبة لعمان، استنوني بمغامرة جديدة، ولا تنسونا باللايك والكومنت، ويعني حاولوا أيوة وسبسكرايب، حاولوا علقوا يا جماعة بتفيدوني، واللايك بهمني كثير. شكرا لكم، مع السلامة. متقاعد انا. تعرف كيف بدك تسجل؟ يس جميل. مش باقي اسجل؟ لا يا زلمه والله العظيم.